للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ حسام معيد، خبير أسواق المال بالبورصة المصرية. أستاذ حسام، بعد تحية، توطين الصناعة في مصر وزيادة نسبة المكون المحلي في الصناعات على رأس أولويات الحكومة الجديدة، كيف يسهم ذلك في زيادة الصادرات من وجهة نظرك، تقليل الواردات وأيضا زيادة نسب التشغيل؟ اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم وبالساده المشاهدين. طبعا زي ما تابعنا كده خلال على مدار الثلاث سنوات الماضيه، كانت الازمات الجيوسياسيه القت بظلالها طبعا على الاقتصاد العالمي بصفه عامه وعلى الاقتصاد المصري بصفه خاصه، وده اللي دفع الحكومه او الاداره التنفيذيه للدوله المصريه للاهتمام الكبير بالصناعه المحليه، وده ما ترتب على ما اعقبته الازمه الجيوسياسيه مطلع عام 2020 على الاقتصاد المصري من ارتفاع تكاليف الانتاج، وبالتالي دفعت معدلات التضخم نحو الارتفاع عالميا، وبالتالي اتجهت الحكومه المصريه بزياده الناتج القومي الاجمالي المصري، وده من خلال الاهتمام الملحوظ بالمشروعات الصغيره والمتوسطه وضخ الاستثمارات المباشره في مختلف القطاعات الانتاجيه لزياده الناتج القومي الاجمالي، وده اللي هيترتب عليه مزيدا من الاستقرار المالي بالموازنه العامه للدوله، ومزيد من انخفاض معدلات الدين الخارجي للناتج القومي الاجمالي. وشاهدنا ايضا انخفاض في الفاتوره الاستيراديه لجمهوريه مصر العربيه على مدار الفتره الماضيه من ضمن الاجراءات التشدديه التي اتخذتها الحكومه المصريه بتخفيض الفاتوره الاستيراديه لجمهوريه مصر العربيه، وطبعا كل ده ادى الى انخفاض معدلات التضخم زي ما شاهدنا خلال الشهر القبل الماضي بنسبه يعني طفيفه لا تتجاوز 1%، ولكن يعني هو بيدل على الاتجاه في المسار الصحيح، وهو الاهتمام بالناتج المحلي وزيادة المنتج المحلي في السوق المصري. نعم أستاذ حسام، محفزات استثمارية كثيرة بتقدمها الدولة للمستثمرين، من وجهة نظرك إلى أي مدى من الممكن أن يسهم ذلك في جذب المزيد من المستثمرين؟ يعني طبعا على ذكر المحفزات الاستثماريه، ومن اشهرها ومن ابرزها خلال الفتره الاخيره وهي الرخصه الذهبيه، وده طبعا كانت بناء على تعليمات السيد رئيس الجمهوريه عبد الفتاح السيسي لاتخاذ اجراءات استخراج الرخصه الذهبيه، وده تسهيلا على المستثمرين وخاصه الاموال المستثمره الاجنبيه لزياده تدفقاتهم النقديه في الاستثمار المباشر بمختلف القطاعات الانتاجيه. ونجحت فعلا مبادرة الرخصة الذهبية في جذب عدد من رؤوس الأموال من الأموال الأجنبية، وده اللي كان ليه مردود إيجابي على الناتج القومي الإجمالي المصري. طبعا إحنا بنشوف إن في ظل التحديات التي يشهدها الاقتصاد المصري المترتبة على الأزمات التي يمر بها الاقتصاد العالمي بصفة عامة، يحتاج الاقتصاد المصري إلى مزيدا من هذه المحفزات لتكون جاذبة لضخ رؤوس الأموال في الاستثمار في مختلف في القطاعات الانتاجيه في الاقتصاد المصري. نعم. خاصه ان الاقتصاد المصري هناك او به فرصه قويه جدا لتحقيق عائد مرتفع او ارباح مرتفعه تتخطى العائد الخالي من المخاطر الذي شهد ايضا ارتفاعا ملحوظا خلال الفتره الاخيره، وده اللي بياكده اغلب المؤسسات الاجنبيه الاقتصاديه وزياده توقعات المؤسسات الدوليه لتحقيق الاقتصاد المصري معدلات نمو هو قادر على مواجهة الأزمات الخارجية وقادر على امتصاص الصدمات الاقتصادية الخارجية، وده كان ناتج أو مترتب على الاستثمارات المباشرة التي تمت خلال الفترة الأخيرة. وطبعا على ذكر الاستثمارات المباشرة، يعني تم التعاقد أو تم تنفيذ أكبر وأضخم صفقة في تاريخ الاقتصاد المصري للاستثمار المباشر، وهي صفقة رأس الحكمة بما يقدر أو بقيمة 35 مليار دولار مع الجانب الإماراتي، وده بيؤكد أن وجود فرصة قوية جدا في الاقتصاد المصري لتحقيق أرباح مرتفعة قياسية. ربما المؤتمر الأخير، مؤتمر الاستثمار لمصر والاتحاد الأوروبي، أيضا هو خير دليل على مدى الثقة في الاقتصاد المصري خلال هذه المرحلة. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ حسام عيد، خبير أسواق المال بالبورصة المصرية.